معايا ايضا كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق. كابتن طارق مساء الفل، مساء الفل يا شباب، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ فل الحمد لله رب العالمين. مين باك ليفت المنتخب في الماتش ده الاول؟ احنا يعني انت راجل، انت الباك ليفت بقى بتاعنا العظيم، مين باك ليفت منتخب مصر في الماتش ده؟ الموضوع صعب جدا، ما هو كابتن حسام برضه خد بالك، ما هو المفروض ان فتوح اتصاب وحمدي موقوف، مين التالت؟ ما فيش حد. وكان قبل كده هو شكر خلاص مش اشول يعني، اللي هيلعب في الحته دي ممكن ما يكونش اشول، هو بنسبة كبيرة عمر كمال عبد الواحد طبعا، ولا كوكا؟ بنسبة كبيرة. مش مع دي انا استاذ شبانه، يعني انا مش مع دي خالص. دي كوكا ما لعبهاش خالص قبل كده، يمكن عمر كمال لعبها وتوظف فيها في مرتين مظبوط. ثلاثه قبل كده ولعبها قبل كده، فعنده عنده المقدره ان هو يلعب في الحته دي، انما كوكا ما لعبهاش قبل كده خالص. حتى يمكن كنا سمعنا قبل كده في نهائي افريقيا، ممكن الراجل بدل ما يلعب كريم فؤاد يلعب كوكا، والراجل بدأ بكريم فؤاد ما بدأش بكوكا. وكوكا اوريدي مش جاهز وما بيلعبش الفتره الاخيره، ويلعب مركز مش مركزه، الامر هيبقى صعب جدا على شبانه من وجهه نظري. يعني مش مع دي خالص يعني، انما تلاقوه في الاخر اي قرار هياخده كابتن حسام حسن احنا معاه فيه يعني. انما انت شايف الانسب عمر كمال في الانسب ظل طبعا المتاح قدامك. انت ما عندكش حلول غير كده يعني، انا من وجهه نظري ان ما عندوش حلول غير كده. انت كنت هتبتدي في فتوح لولا الاصابه، والاصابه بعدته خلاص جبت عمر كمال، يبقى طب هو الاقرب، حتى لو ما لحقش يتمرن مع الفرقه مده، بس يعني اعتقد ان في وجود خط الديفنس بتاع قريب من خط الديفنس النادي الاهلي كله، فهو هيبقى منسجم مع اللعيبه اللي بيتمرن معاه. كابتن طارق، هل تواصلت مع فتوح بعد الإصابة؟ اطمنت عليه طبعا اكيد 100%. وفعلا يعني الإصابة بسيطة، أسبوعين ويرجع. الناس بتسأل، كل الناس الزملكاوية من بتتكلم على 15 ماتش يوم القمة، من 15 يوم ل 21 خد بالك ماتش القمة 25 يونيو، طيب ودي مسألة مهمة بالنسبة لنادي الزمالك، لأن هو الزمالك كمان ما فتوح، عندوش باك ليفت بديل برضه، هو نفس فتوح فكرة الأهلي دلوقتي والمنتخب دلوقتي. ان شاء الله يلحق، فتوح يلحق ان شاء الله باذن الله، هيلحق هيلحق ماتش النادي الاهلي ماتش 25 يلحق ان شاء الله باذن الله. انت ده. دلوقتي التسعه، النهارده سته او سته، خمسه كمان، احنا عدينا يعني، اقصد النهارده خمسه اذا اعتبرنا يعني، اذا لا اعتبرنا النهارده الاربع يعني. يعني 29، يعني قدامك حوالي بتاع 23 يوم. لا فتوح يبقى موجود ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره ان شاء الله باذن الله. لو 21 يوم وخمسه ما يلحقش. اصل خد بالك يا شبانه، هي مش اصابه عضليه. الانكل ده طول عمرنا كنا بنربط وبننزل وبنلعب، انما طبعا مش في لحظتها، وهي لو مش اوتار يعني، عارف ان هو انها يعني يعتبر يعني التواء في الكاحل جامد شويه، انما اعتقد ان شاء الله، انا مش دكتور طبعا عشان بس ما حدش يقول ده في الطريق بيفتي، بس نسبه كبيره جدا هو ان شاء انت الله باذن بتتكلم الله هيبقى بخبراتك موجود. يعني. هي النقطه دي، هي النقطه دي بالظبط كده يعني، بخبر الاصابه دي بالذات، حتى لو انت اخر يعني اخر اسبوع قبل الماتش اللي هو بتاع 29 ده، اوريدي لازم تبقى مربط انكل رجلك كويس جدا وانت بتلعب، حتى لو انت بقيت سليم 100%. طيب، ده امر في منتهى الاهميه. جاي لي رساله بتقول لي اسال كابتن طارق السيد هو ليه طلع قال على مسؤوليته الشخصيه كولر جاي له عقد كبير بالخليج، انت قلت كده فعلا؟ انت بوست على ال بوست على يعني قلت الصفحه، بوست ولا ما بوستش؟ ما انا جاي لك اهو، ما انا جاي لك اهو، انا قلت ايه؟ في عرض اماراتي. انت قلت على مسؤوليتك الشخصيه يعني، تحديت في عرض اماراتي يعني، ممكن تحديت انت ممكن لا هو عادي، طب ما هو كولر هيجي له اكيد 100% عروض. اي، بس انت لغه التحدي وانت لا بتقولها لا ان لا كولر قد يرحل. بص، لا لا لا، في فرق بين ان انت بتقول على يعني هقول لك دلوقتي انا البوست مكتوب ازاي بالظبط عشان برضو الناس تبقى ايه، ما حدش يقولني كلام انا ما مش اهو. عرض اماراتي لكولر وتحدي. ما كلمة تحدي دي ادت الناس احساس انه يعني ايه، انه هيمشي. طيب هو ما اي كلمة حد هيجي له عرض، ما هو ده زي ما انت قلت. بس هو يعني قصدي ان تحدي ان في عرض لكولر ان من الخبر الامارات سليم تقصد. بس يعني لكن انت لكن مالوش علاقة فكرة، انه يمشي او لا لا. فكرة ان هو يمشي ولا لا دي طبعا اكيد 100%، ده بالاتفاق مع النادي الاهلي او بناء على العقد اللي بينه وبين النادي الاهلي يعني. مش هقول ان كولر هيمشي يعني، اصل مش منطقي حتى يعني. وانت عرفت الخبر ده بالصدفة كده ولا يعني
انت بتدور على اخبار جديده، ما انا عايز اعرف يعني، يعني بتتاج انت عشان خاطر يعني تنافسنا في المجال الاعلامي ولا ايه؟ انا ما اقدرش انافسك في المجال الاعلامي، انت عم مصر كلها في المجال الاعلامي. ولا انت جايب له العرض عايز تمشيه ولا عايز ايه بالظبط؟ لا ولا كده ولا كده، هي الفكره ان انا، الفكره ان انا الصفحه بتاعتي مش انا اللي بديرها لوحدي. اوكي يعني انا عندي مصادر بتاعتي وهي مش واخده ارائك بس، انت ممكن تحط عليها اخبار تقصد او تحط عليها موضوعات. برافو عليك برافو عليك، يعني هي كده. وانا حتى يعني حتى موضوع يعني، يعني في اكتر من مره انا ممكن اطلع فيديو مثلا، انا اعمل فيديو اقول فيه 1 2 3 4 وده بيبقى خبر، خبر بناء على مصدر يعني. انت كده انت جايب تنافسنا. ما اقدرش، ما انت هو بتقول بتجيب الخبر وتحلل الخبر ويعني ده كده منافسه. ما اقدرش يا شباب، انا هلعب انا هلعب باك ليفت انا كمان عشان انافسك. لا انت كنت لعيب كبير، خد بالك انت كنت لعيب عادي برضه يعني. وبعدين الفكره مش منافسه يعني، طبعا انا بهزر معاك طبعا. الموضوع كله ايه، كله حاجه ان الصفحه بقت متشافه قوي، فبحاول ان انا يعني حتى بقول لك انا مش انا الواحد اللي بكتب عليه يعني، انا ليا اصدقاء اوريدي موجودين معايا على الصفحه يعني. انت انت صحيح. انت راجل نجم كبير وان تتشاف الصفحه ده العادي يعني. بس ما فيش كلمه بتتكتب الا لما اكون انا عارف عنها كل حاجه. اما صفحتك الرسميه اكيد مش الناس مش هتكتب بمزاجها، لان الادمنز بتوعك. تمام. ودي موثقه وببقى عارف ان الخبر نازل ايه ومتاكد منه 100%. ابص الشباب طلعوا لنا البوست بتاعك على طول اهو، عرض امارات الكولر وتحدي. والاموشن ابو الاموشن ابو مناخير طويله ده. اللي بيغمز ده على قدينا طبعا. اللي هو حاطط مناخيره في كل حاجه يعني. ماشي. كابتن طارق ليك توقع بكره للنتيجه؟ لا ان شاء الله مصر، منتخب مصر هيكسب 2-0 ان شاء الله باذن الله. هيكسب 2-0 في رايك؟ ان شاء الله يا رب. الماتشين دول ناخد ال6 نقط يبقى كده وصلنا كاس عالم. يبقى انت وصلت كاس عالم. وخد بالك برضه يا شباب، هو الماتش صعب عشان الناس برضه ما تفتكرش ان الامور سهله، الماتش صعب يعني. بس ان شاء الله باذن الله رجاله مصر قدها. واثقين طبعا في الفريق وفي الكابتن حسام حسن باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نجمنا طبعا كابتن طارق السيد.